انضم إلينا من نيويورك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك. سيد دوجاريك، يعني في وقت طالب فيه كثيرون بزيادة الدعم للأونروا كونها تقدم مساعدات لأكثر من نصف سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، جاء القرار الأمريكي بتقليص هذه المساعدات أو المساهمة الأمريكية، ما تعليقكم عليه؟ نعم، بالتأكيد نحن نعي بحد كبير بأن مساهمات الولايات المتحدة أقل بكثير مما كانت عليه في السنة الماضية، وقلقنا وقلق هنا مشروع هو أن نتمنى أن يستمروا في تمويل هذه الخدمات الحساسة المهمة للفلسطينيين نساء ورجال أو سواء في الأراضي المحتلة أو في لبنان أو الأردن أو سوريا. إن الأونروا هي قوة استقرار في المنطقة، في منطقة تشكو من عدم الاستقرار، ولا بد المجتمع الدولي أن يضمن تدفق التمويل لأونروا لكي تواصل تقديم هذه الخدمات. الآن بهذا التقليص الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية ولقي ترحيبا إسرائيليا جاء على لسان نتنياهو، أي أثر فعلي على خدمات تقدمها المنظمة سواء من ناحية الصحية أو التعليمية أو غيرها من المجالات الحساسة والهامة بالنسبة للفلسطينيين واللاجئين؟ في الواقع في الوقت الحالي زملائي في الأونروا يقومون بالدراسة والتركيز على حصول استمرارية في تقديم هذه الخدمات، ولا نريد أن نفكر مسبقا بما قد يحصل، لكن من الواضح أننا بحاجة إلى التمويل لتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية لسكانها. وطبعا ستعقد في الأيام القادمة حملة تقودها الأونروا لجمع التبرعات من المانحين التقليديين وغيرهم، ونأمل أن المجتمع الدولي سوف يتقدم للمساعدة لملء النقص الموجود في الأموال التي تحتاجها. المجتمع الدولي تقول بأنه سيتقدم ربما بالدعم لسد هذا النقص والتقليص الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية، هي نفسها التي أعلنت نقل سفارتها إلى القدس، الأمر الذي لقي أيضا استهجانا كما الحال فيما يخص تقليص المساعدات للأونروا هنا في المنطقة. كيف تنظرون أنتم لهذه الازدواجية في المعايير؟ كيف تنظرون أنتم ربما لهذا الغبن الواقع على الفلسطينيين؟ في الواقع ما فينا نتحدث عن المنطقة نفسها، لكن نتحدث أمور مختلفة. فمن جانب هناك لابد أن هناك تمويل مستمر لتقديم المساعدات الإنسانية. إن سبب وجود الأونروا منذ 70 سنة ومواصلة تقديم خدماتها هو أنه في الحقيقة لم يمكن جهد التوصل إلى حل سياسي للنزاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وإننا بحاجة أن جميع الأطراف أن يتجنبوا أي إجراءات من طرف واحد وأن يتوجهوا إلى مائدة المفاوضات للدخول في مفاوضات مباشرة لحل القضايا العالقة التي تحتاج إلى حل. لكن هذه المواقف السياسية تنعكس الآن أيضا على الجانب الإنساني من خلال هذا القرار الأمريكي بتقليص المساعدات للأونروا، ومن هنا السؤال، كيف تنظرون أنتم لهذا الموقف الأمريكي الذي بات ينعكس على حياة الناس في نهاية الأمر؟ أنا لن أقوم بتحليل الدوافع السياسية وراء القرارات اتخذها الدول الأعضاء، ولكن ما هو واضح أن الذين السكان يعانون معاناة كثيرة حاليا، وبالتالي لا ينبغي أن ندفعهم إلى المزيد من المعاناة. أشكرك جزيل الشكر السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ضيفنا من نيويورك.